بابا 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 في ايه يا ابني؟ خضتني. اسمع القرار اللي انا خدته بقى ده قبل ما ارجع فيه تاني. واخدته ليه طالما انت هترجع فيه؟ اصل هو قرار مصيري جدا، ان شاء الله ان شاء الله هاخده مره واحده بس في حياتي. ايه نويت تنتحر؟ يا ريت. لا انتحر ايه يا بابا، وفال الله ولا فالك. انا قاعد على قلبك ان شاء الله لغايه ما اخد الصيدليه دي كلها، اخد كل حاجتك ان شاء الله. لا انا قصدي ان انا رايح اتجوز. في ايه يا حبيبي؟ اتجوز. تتجوز؟ اه يلا البس بقى وتعالى معايا نروح نخطب. يلا. طيب تحب البس البيجامه ولا البس المايوه؟ لا مايوه يا بابا، انا هخطب عروسه عاديه مش عروسه البحر. بهزر. لا انت هتيجي معايا اقول لهم ان انت ابويا، اخطب لي وامشي اتكل على الله. بقول لك ايه يا هاني، لو ما مشيتش دلوقتي من وشي هكسر الصيدليه دي فوق دماغك. يعني اروح اخطب لوحدي واقول لهم ان انا يتيم؟ يا ريت تبقى بيضت وشي وهدعي لك. ممكن تديني سبب واحد مقنع يخليك مش عايزني اتجوز؟ اديني انت سبب واحد بس مقنع انت ازاي هتتجوز. ده انت عايش عالة عليا لحد دلوقتي، ووقوفك في الصيدلية دي انت هو وانا هو هتتسرق على ايديك. وابقى اقول بقى ابويا كان عنده حق. افهم من كده ان انت رافض؟ لا انا موافق والف مبروك وبالرفاية والبنين. لو ما مشيتش دلوقتي من وشي هكسر الصيدلية دي فوق دماغك. مش انا حاجة، بس انت موافق؟ انا ماشي. اه انت موافق؟ امشي. انت موافق؟ طب اخر حاجه بقى، اخر حاجه، بص هنطلع مع بعض لايف تقول للناس ان انت موافق. الناس هتبسط قوي. لايف ايه وبتاع ايه؟ امشي امشي. هزود لك فولورز. فلوس ايه بتاع الفلوس؟ انت عم سيبك من الصيدليه دي بقى. من وش بقى سيبك من الصيدليه دي بقى. يا رب.